الحقيقة هننتقل من قضية عمرو فهمي لقضية تانية أكثر سخونة وأكثر غرابة، وهي قضية لجنة الانضباط اللي بتحيل أو بتمنع رئيس نادي ميجا سبورت من المشاركة في الأنشطة الرياضية لمدة 3 شهور. الحقيقة اللي فجر الموضوع ده هو الصحفي أو الناقد طارق رمضان اللي معانا إن شاء الله في مداخلة نعرف منه أبعاد أو ملابسات الواقعة وتفصيل العقوبة. زي ما أنتم شايفين ده قرار من الاتحاد المصري لكرة القدم بعقوبة رئيس نادي ميجا سبورت أستاذ أحمد ميجا. هو نادي ميجا سبورت ببساطة نادي بينشط في الدرجة الثالثة، بيلعب في منطقة الدقهلية، وتم عقاب رئيس النادي بالإيقاف عن الأنشطة الرياضية وممارستها لمدة 3 شهور نتيجة على خلفية تصريحات صدرت بحق اتحاد الكرة، وكان موقف غريب. هنعرف ليه غريب وهنعرف ملابساته يا أحمد دلوقتي. الأفضل اللي فجر القضية الناقد طارق رمضان معانا على الهاتف، أهلا بحضرتك يا فندم. مساء الخير يا استاذ احمد، مساء الخير يا استاذ محمد. استاذ طارق مش عجبان ان انا اكون معاكم في الاهلي خط احمر وعلى شاشه قناه النادي الاهلي. اهلا بيك يا فندم، ومش عايزين نبدا مش عجبات. لا يعني لا والله مش عجبات، انا ما اقدرش اشغلكم يعني، ده اروح فين معاكم انتوا الاثنين ومع الفريق الاهلي من بكره. حضرتك ناقد عظيم يعني. خلاص، لكن عايز بس قبل ما اخش فضيله احمد نجاب، يعني كنت بحب بس اتكلمته في اصابه كابتن حسين الشحات وكابتن ناصر ماهر، انا عايزك بس تجيب الصورتين بتوع تعامل الدكتورين، دكتور منتخب الكبير ودكتور منتخب الاولمبي مع الاثنين. يعني هتشوف دكتور منتخب الكبير مع كابتن حسين الشحات حاطط ايه على رجله، ومع مدير طبيب المنتخب الاولمبي ازاي تعامل مع اصابه كابتن ناصر ماهر، سواء من الملعب من قلب الملعب لحد الصوره اللي انت عرضتوها لحد ما خرج. الحقيقه تحيه لطبيب المنتخب الاولمبي، انا ما اعرفش اسمه، لكن بصراحه اتعامل باحترافيه مع اصابه زي اصابه كابتن ناصر ماهر. ملحوظه مهمه جدا. ملحوظه مهمه كابتن طارق. ونرجع بقى لحضرتك، فجرت قضيه عقوبه الاستاذ احمد مجاهد رئيس نادي ميجا سبورت. ملابسات الواقعة وتفاصيل الواقعة بقى عند حضرتك كده. لا يعني بص، تفاصيل قبل ما اقول لك تفاصيل الواقع، ان اعتبروا بعض التصريحات اللي قالها كابتن احمد مجاهد على اللوائح وعلى موقف اللجنه وعلى اخره، وبدون اي تجاوز وبدون اي اساءه، اعتبروا ان مجرد بس اللي بيقولوا ان اللجنه ما بتمثلناش، ان اللجنه دي جايه من فيفا وده حقيقه، وان فيفا بيراقب اتحاد الكره ودي حقيقه، فاعتبروا الكلام ده كله نوع من الاساءه. فبالتالي في عدد ايام بسيطه جدا حولوه للجنه الانضباط، وحولوه وخدوا القرار بايقافه 3 شهور بدون التحقيق معاه، ودي حاجه غريبه جدا، يعني بدون ما يجيبوا يسالوا او يقول له انت قلت او ما قلتش او تصريحك ده ايه، وبدون ان يديله حق الاستئناف. يعني القرار نهائي، هو هتقعد 3 شهور، يعني هتقعد 3 شهور، مش من حقك تعترض، مش من حقك تستأنف على، لكن العالم كله الفيفا نفسها فيها درجات ان انت بتتقاضى بيها. يعني اذا رحت لجنه الانضباط خدت قرار في حاجه اسمها لجنه التظلمات اللي احنا مش لاقيينها في اتحاد الكره لغايه دلوقتي، اللي احنا ما نعرفش هي بتعمل ايه او فين. في حاجه اسمها ان انا ممكن اعترض على قرارك ده بعد لجنه التظلمات، اروح ما حدش يقدر يتكلم ونجيب مجموعه منهم يقعدوا معانا. ليه؟ لان هي دي وجهه نظره في العداله ووجهه نظره في المعرفه. يعني احنا عشان نجيب معلومه من اللجنه، يعني مش عايز اقول لك بنعمل ايه، لكن هو عنده ما تعرفش. طب الحساب بتاعك ايه؟ تمام. طب خدت القرار ده بناء على ايه؟ مالكش دعوه، انت مش خدت القرار؟ ده مش يعني مثلا اجي اعاقب ب 50,000 جنيه، طب خدتها ازاي؟ يقول لك انت ليك العقوبه وليس لك الحيثيات. استاذ حسام زناتي رد ده قبل كده. فيفا بيقول كده، وتلاقي فيفا نفسه ينشر كل حاجه على موقعه بحيثياته بقراراته بلوائحه باي حاجه انت عايزها بتخش على موقع فيفا، اللي هو مفروض ان هم جايين يتابعوا. لكن النهارده الزوجيه المعايير ملخصها اين العداله؟ ما هو شعار العداله امراه معصوبه العينين، عشان ما بتفرقش بين الاشخاص وما بتشوفهمش. يبدو ان احنا في ابعد نقطه عن الموضوع ده. احنا العداله بتاعتنا بتفرق، العداله بتاع اللجنه الخماسيه بتفرق ما بين الانديه القويه وما بين الانديه الضعيفه. حضرتك يا استاذ طارق بتقول كلام مهم جدا، حضرتك بتتكلم عن عقوبه بدون تحقيق،
كمان عقوبه بدون استئناف عليها، بدون لائحه، كمان بدون لائحه، كمان بتتكلم في عقوبه او يعني اربط اضرب المربوط زي ما حضرتك قلت خاف السايب، عقوبه على بعض الانديه وعند انديه اخرى بيتم التجاهل تماما. طيب حضرتك شايف بقى العقوبه اللي صدرت دي لغايه دلوقتي، احنا طبعا جبنا حضرتك لانها لم تنشر على موقع الاتحاد، وهي من يوم 4/11 والخطاب اللي بعته رئيس النادي بعته يوم 6/11، حضرتك شايف التعتيم الاعلامي حتى الان على هذه الواقعه سببها ايه من وجهه نظرك؟ مش عايزينك تعرف حاجه. هم اللجنه، بص يا فندم اديني اقول لك على موقف طريف بس في عدم المعرفه، يعني حضرتك عامل لجنه انضباط، مين اللي بيحل لجنه الانضباط؟ قال لك احنا ضمننا المسابقات على الانضباط وهم بيتكلموا مع بعض، تمام ماشي ما عندناش مشكله. طيب حضرتك لجنه الانضباط مع كل الاحترام والتقدير ليها والاعضاء بتحيل واقعه، بتحيلها لمين؟ ارجع كده حضرتك لقرار كابتن سعفان الصغير في الاسبوع الثاني او الثالث اللي هو كان مرتبط بكابتن طارق حامد اعتقد. ارجع بقى للبند بتاع كابتن سعفان الصغير، كان لجنه انضباط احادت كابتن سعفان الصغير اللي هو مدرب قرارات نادي الاسماعيلي مع كل احترام والتقدير ليه الى لجنه الانضباط، واجتمعت لجنه الانضباط وقررت ايقافه مباراتين. اذا لجنه الانضباط بتقدر تشيل نفسها. طيب انا اعرف منين الملاحظه دي بتجيلك؟ طب هو بيخبي ليه؟ عشان مش عايزك تعرف. طب مش عايز اعرف ليه؟ عشان ممكن القرارات تتاخد بطريقه ما او باخرى. طب ما قلتش حيثيات القرار ليه؟ ما بيقولكش حاجه. طب بتخبي ليه يا فندم؟ ما بيخبي. الدليل على ذلك اكتر من التخبيه ان كابتن مجدي عبد العاطي المدير الفني لنادي اسوان اما طلع على تويتر وقال لهم ايه يا جماعه نقابل مين بعد البطوله؟ قعدوا يتكلموا معاه كابتن احمد عبد الله يتكلم معاه، طب اصبر طب اعمل. ده كان موضوع كوميدي يا استاذ طارق. كان موضوع كوميدي. المحادثه اللي على تويتر اللجنه بتطلع مباريات بعد البطوله على طول ثاني يوم، فبالتالي هو بيخبي قراراته لانه ما عنديش حيثيات. لا احنا سعداء جدا بحضرتك في حاجه. كابتن اشرف بن شرقي. بالظبط. احنا سعداء جدا بحاجه يا استاذ طارق. انا حولتها. قال لك برضه تسليمه كده ده مباراه و50,000 جنيه، طب ليه؟ طب ما تطلع بيان عشان اللاعب ياخد حقه واحنا نعرف الحيثيات بتاعتك وكمان تقنعنا بيها، لكن التخبيه وعدم المعرفه ان انت ما تعرفش. طب يعني حضرتك كابتن احمد وكابتن محمد اسالوا الانديه فين اللائحه؟ ما فيش لائحه بالفعل، ما فيش لائحه ارسلت للانديه والنادي الاهلي اتكلم كتير في النقطه. طب اللائحه فين؟ فلائحه العقوبات، انا ما بتكلمش بقى على لائحه المسابقات، انا بتكلم على العقوبات. طب انت معاقبني ب 50,000 جنيه ليه؟ ما تعرفش. طب انت معاقبني بثلاث شهور ليه؟ اصل انت اساسا استاذ طارق حضرتك الجمله اللي انا قلتها ما تحتملش اساءه، لا هو كده. فالتخبيه دي عشان ما حدش يعرف. والحقيقه اقول لك على حاجه، اتفضل. انا ما بلومش النادي، انا بلوم الانديه اللي هي بتسكت على حقها. انا حقي يجي لي شروط المسابقه، لائحه المسابقات، لائحه الانضباط، لائحه التظلمات، لائحه العقوبات، كل التفاصيل دي قبل ما ابدا المسابقه. تمام يا استاذ طارق. انت ما سالتش يبقى ما بلومش على اللجنه اللي هي بتخبي. تمام يا استاذ طارق. انت ما حاولتش كنادي ما بلومش على اللجنه، الوم عليا ليه؟ بالظبط. حد طلب مني وانا قلت لا. طب حد سال، طب الانديه نفسها يا استاذ احمد استاذ محمد سالت اللجنه او سالت اتحاد الكره السابق فلوس الحكام الاجانب راحوا فين؟ ال 25,000 دولار ما حدش بيسال، فبالتالي ما تلومش اللجنه اللي هي بتخبي، انا بلوم الانديه اللي ما بتسالش على الفقر. بالظبط. تمام يا استاذ طارق، حابين بس نقول ان المعلومات اللي حضرتك ذكرتها او فحوى المداخله بالكامل على مسؤوليه حضرتك الشخصيه، لان اكيد الطرف الاخر ربما يكون له وجهه نظر مغايره وله حق الرد. شكرا جدا استاذ طارق، اعتقد كلام خطير جدا، بيتكلم في فكره رئيس نادي بيتعاقب بدون تحقيق وكمان العقوبه بدون استئناف، يعني خلاص ما فيش استئناف وكمان ما فيش لوائح وصلت الكلام ده كله، وكمان خدوا العقوبه الاقصى لعقاب الراجل او رئيس النادي على شويه على تصريحاته في برنامج في نيل الرياضه. ما يا احمد بقى انا عايز اقول حاجه، الحمد لله احنا هنا لا نطرح القضايا اعتباطا. القضيه بتاعه الاعلان العقوبات من عدمها واستنادك على لوائح ايه، وقلنا ان هي هتسبب ازمات مش بس في الدوري الممتاز، فاكر احمد اتكلمنا في النقطه دي وقلنا ان ده هيبقى مدخل لفكره التلاعب باللوائح والتلاعب بالعقوبات، لان انت لا تفسر العقوبه ولا تعلنها ومش مدي الناس الكتالوج او خارطه الطريق اللي انت ماشي عليها، انت بتقول لكل واحد انا العقوبه فجاه، واكدنا على ده احمد وكانت قضيه وقلنا ان هي هتعمل مشاكل. كان موقف طارق حامد
جامد، واللي اكده كمان الكابتن جمال غندور كان تم استضافته قريبا، قال ان اي انذار بعد المباراه هو انذار لسوء سلوك، واحنا بنحط التقرير في لقاء مع الزميل هاني حتحوت. بالظبط، واي سوء سلوك معروف ان تبقى العقوبه في عقوبه، في لائحه للعقوبه دي. اللي حصل مع كابتن طارق حامد ان هو اتوقف كانه انذار ثالث بس فقط لا غير. طبعا فبرضه بنؤكد يا ريت لائحه العقوبات ترسل لجميع الانديه، ويا ريت الكابتن محمد فضلي بيقول احنا حسمنا 50% من شغل الاحترافيه المطلوب من اللجنه. اعتقد لا لسه بدري قوي، ال 50% نبدا نقولها بعد ما يكون كل نادي عارف ماله وما عليه. يا كابتن محمد انا عايز اقول لك حاجه يا احمد، اللوائح لن تطرح على الجمعيه العموميه لاسباب تانية خالص، هيجي وقت ونتناولها. اعتقد معانا هيبقى معانا مداخله مهمه جدا، الحدث نفسه والشخص الطرف اللي كان في الحدث ان شاء الله يبقى معانا، عشان خاطر احنا محتاجين نوضح الظروف. استاذ احمد مجاد، لان طبعا القضيه دي يا احمد بتدلل على حاجه. بس عايزين نوضح ان النادي ده نادي على ما يجهزه المداخله، نادي بينشط في الدرجه الثالثه ونادي من المنصوره. طيب، وهو تقريبا الاونر ورئيس مجلس الاداره. ناخد بقى استاذ احمد مجاهد هو الاول يعرفنا عن النادي بتاعه كنافذه بنطل بيها على انديه الدرجه الثالثه، ويقول لنا القضيه بالكامل ايه. استاذ احمد مجاهد رئيس نادي ميجا سبورت، معانا حضرتك؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم وعلى مشاهدينك. ربنا يخليني الاول ابتدي اقول لك كل سنه وحضرتك طيب، والشعب المصري والمسلمين كلهم طيبين وحضرتك طيب. ذكرى مولد رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام، كل سنه وكل الامه الاسلاميه بخير وبصحه وسلام. بس ان احنا في المولد النبوي صلى الله عليه وسلم قال في حديث شريف: لعن الله قوما ضاع الحق بينهم. تمام، فانا هبتدي كلامي من هنا. اتفضل. احنا نادي ميجا سبورت الاول في المنصوره، نادي درجه ثالثه عايز بينافس للصعود للممتاز بيه بقاله 3 سنين، وطبعا الحمد لله احنا بنطلع الاول على المجموعه كل مره، بنلعب دوره ترقي ظالمه، يعني خلينا نقول ان احنا مره نقف على جون، مره نقف على واقعه تلاعب كانت شهيره وقدمنا بيها.